ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع معاكم أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، وده لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، والاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل 40%. النهاردة هتحيي دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي خلال الحفل اللي هيقام الساعة 8:30 مساء على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية. بيتضمن البرنامج مختارات من أعمال العبقري الراحل، منها قولوا العين الشمس وتخنوه وعلى قد ما حبينا وزي العسل وبيقولوا لي توبي وموعود. النهارده هيعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول مؤتمر صحفي الساعة 5:30 للحديث عن مواجهة إثيوبيا اللي هتتلعب بكرة الساعة 7 في ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم.